السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج ديسك انسايت 360 ازاي نعمل اكسبورت للمعلومات اللي موجودة جواه. احنا شفنا البرنامج بيشتغل ازاي، هتلاقي الفيديوهات على قناة لين اريبيا. هو برنامج بيقوم بتحليل البيانات وبياخد البيانات اوتوماتيك من الريفت. ممكن تشوف البيانات اللي موجودة بالشكل دوت او بالشكل دوت، لما تشوفها كصورة كبيرة او تشوف الاسم اكتر وتشوف المعلومات الكوست ماكسيموم والكوست مينيموم والكوست مينيموم بالشكل دوت. هنا بيعرض لي مقارنات بين الحاجات، ممكن تيجي تتعلم على حاجتين مثلا او ثلاثه بحيث ان انت تعمل مقارنه بينهم وتقول له اكسبورت تيبل داتا، فبيعمل لك اكسبورت كل المعلومات ديت. تقدر تشوفها على ملف اكسل زي ما صدرها دلوقتي، او ممكن تعمل سيلكت على واحده بس وهتلاقي فيه امر ان انت تعمل اكسبورت ليه، او بيصدرها لك سي اس في وده تقدر تفتحه من الاكسل العادي. طيب ممكن تيجي تعمل سيلكت على دوت مثلا اهوت وتقول له انا عايز اغير الاسم او اعمل له موف او اعمل اناليسيز او اكسبورت او اكسبورت تيبل داتا. فالاكسبورت عايز تعمل اكسبورت لاني برنامج من برامج، يعني ممكن تعمل اكسبورت للانرجي بلس او جي بي اكس ام ال او ده او انرجي كوست او دي او اي وهكذا. تمام، دي كل البرامج اللي ممكن تعمل لها اكسبورت. ممكن تعمل اكسبورت كل برنامج طبعا بيتقبل امتداد معين. طيب ممكن تدوس على واحد فيهم فيبدا يعمل اوبن، هو هنا بيعمل داونلود. وخلينا نفتح الاكسل على ما يعمل داونلود، اقول له اوبن من الكمبيوتر واقول له افتح لي الدي، وهتلاقي مش موجود في قلب ملفات الاكسل. هقول له انا عايز السي اس دي، لو حد شافه يشاور لي عليه. طيب انا مش شايفه فهقول له all files واقول له رتبهم لي بالديت، فهو الملف اهوت open. فبيبدأ يقول لك بقى هتقسمه بين شكل، هيطلعونه بين شكل، هيسيب المسافات مع او هيعمل عمود جديد مع اني علامة وهكذا. فبقول له finish، فبيبدأ يظهر لي المعلومات اللي هو بيشوفها بالشكل ده. فانت ممكن تقول له قسمهم لي بالكومة، هو هنا مقسمهم بالكومة، فيبدأ يظهر لك البيانات بالكومة. طيب نرجع هنا للانسايت، اهو بيقول لي هصدر لك الملفات اللي ينفع تشتغل مع البرومج ديت، فهو صدرهم لي بالشكل دوت. في حاجات بتقبل اكس ام ال، تقريبا كلهم بيقبلوا الاكس ام ال. في حاجات مثلا بتقبل اي ان بي اللي هو الدي او اي 2 وهكذا. هو مصدر لك بعض الصور اللي هتديك بيانات فتقدر تستعين بيها في البحث بتاعك. لما تفتح اي مشروع فيهم بتلاقي هنا شكل المبنى هوت معمول له تحليل، تقدر تشوف المعلومات اللي انت عايزها. تقدر تيجي هنا من سيتنج تقول له ايه الحاجات اللي انا عايزها تظهر معايا، ايه الادوات اللي انت عايزها. تقدر تبدا تعمل اوربت حوالين الشكل بالشكل دوت. تقدر تشوف لو في اكتر من سيناريوز موجود تقدر تشوفه بالشكل دوت. تقدر تشوف خصائص بتاعت المبنى ده مود البراوزر اهوت، بحيث ان انت تقدر تشوف دور دور او جزء جزء من المبنى بالشكل دوت. وهنا ده تحليل لاداء المبنى، فتقدر تاخد معلومات للمبنى وايه الحاجات اللي تقدر تضيفها للمبنى توفر لك طاقه في اثناء التشغيل. هنا نبدا نشوف عدسه الكاميرا نظبطها بحيث توصل لافضل شكل ممكن. هنا بقى بتقول لا ده انا عايز الهيتنج رود، فبيبدا يجيب لك الهيتنج رود مثلا بالشكل دوت. انا عايز مثلا كولينج رود، فبيبدا يجيب لك بالشكل دوت وهكذا.